السلام عليكم. بمناسبة الحر والصيف، طرق لتوفير الكهرباء مع استخدام التكييف. طرق هي معروفة بس نتكلم فيها، ممكن تبقى في حاجات في ناس مش عارفاها. طبعا أول طريقة إنك توفر، نخش في الموضوع على طول. أول طريقة إنك توفر في الكهرباء بعد ما تعمل لايك إن شاء الله للفيديو وتسبسكرايب في القناة عشان يوصلك الجديد إن شاء الله. طبعا إنك ترفع درجة الحرارة شوية، تخليها 24 مثلا زي الطرق المعتادة دي. في طريقة تانية، لو دوست على زرار ايكو اللي هو الاقتصادي، يعني على حسب نوع التكييف بيختلف اسم الزرار بس بيبقى المدة موجود. بيعمل ايه؟ وقت النوم بالذات ممكن تعمل الموضوع ده، بيظبط. انت مثلا ظبطه على 24، ممكن مثلا يفوت على حسب كل تكييف والبروجرام بتاعه بقى، يفوت مثلا ساعة، بعد أول ساعة يزود درجة، بعد تاني ساعة يزود درجة تانية، وبعدين يستقر عليها لغاية ما تقفله او لغايه الصبح. ده عشان درجه حراره جسمك في النوم ممكن تبقى تمام معاها انه يزود الدرجه، واثناء النوم ده يبقى مريح. دي طريقه. في طريقه تانية برضو، انك تزيق تحطه على الدراي مود. في هنا من الريموت، هنا في كلمه دراي، وفي ريموتات بيبقى فيها علامه دروب اللي هي نقطه الميه دي. نفس الكلام، الاثنين نفس المود. وادي ريموت تاني فيه العلامه اللي بنتكلم عليها اهي باينه هنا. المود ده بيعمل ايه؟ بيشتغل على الرطوبة، مش على درجة الحرارة اللي انت مظبطها بالظبط، بيشتغل على الرطوبة اللي في الأوضة، انه يقلل الرطوبة. ليها التكنيك كده باختصار، يعني بيوصل لدرجة حرارة معينة وبيقفل خالص، بيهدي الكمبريسور خالص، وبيشتغل على أقل فان، أقل سرعة مروحة، عشان يكثف الهواء اللي في الأوضة على السربنتينة بتاعته ويتسرب على مية على بره ويقلل الرطوبة في الأوضة. وبالطريقة دي الكمبريسور بيشتغل أقل لغاية ما يوصل لدرجة التكثيف دي فقط، ويفصل ويفصل فترة طويلة، يعني أطول من العادي في الكول أو في النظام بتاع التبريد العادي. وده بيخلي طبعا يشتغل أقل، فبيستهلك أقل في الكهرباء. أدي 3 طرق ممكن يفيدوا في تقليل استهلاك التكييف للكهرباء، وربنا يستر علينا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتنشروه وتسبسكرايب في القناة عشان يوصلك الجديد إن شاء الله. السلام عليكم.